بنكمل ونشوف قواعد حساب البروبابيليتيز، بس لازم الاول نعرف يعني ايه ايفنت. ايفنت او الحدث ده بيمثل لي جزء او سيت، مجموعه من الاوت كومز. ده بيمثل لي جزء من السامبل سبيس الكبير. السامبل سبيس فيه كل الاوت كومز اللي موجوده. يعني لو قلت لك القاء حجر نرد، فانا عندي الاوت كومز او الاليمنتس بتاعت السامبل سبيس ده من 1 لـ6. في ايفنت معين بيمثل لي جزء صغير من او جزء يعني من السامبل سبيس ده، وهو ان العدد اللي يظهر عدد فردي فيبقى 1 و3 و5، او عدد زوجي فيبقى 2 و4 و6. فده عباره عن جزء من السامبل سبيس. لو كانت الايفنتس عندي ايكوالي لايكلي، يعني ايه؟ يعني احتماليه اختيار اي عنصر من السامبل سبيس ده ايكوالي لايكلي متساويه، فبنقول على الايفنت ده ايكوالي لايكلي ايفنت. ازاي؟ يعني لو انا برمي حجر نرد عندي الاعداد من 1 لـ6 اللي ممكن تظهر. انا دلوقتي احتماليه انه يظهر عندي 1 بتمثل 1 على 6، احتماليه انه يظهر عندي 2 2 1 على 6 برضه، احتماليه انه يظهر عندي 3 1 على 6. يبقى احتماليه ظهور اي عنصر عباره عن 1 على كل العناصر اللي موجوده، او عدد العناصر اللي موجوده في السامبل سبيس ده. لو كانت الايفنتس عندي ايكوالي لايكلي، فبنقول في قاعده عشان اقدر احسب احتمال اي حدث اي، عباره عن نمبر اوف اوت كومز ان اي، عدد العناصر اللي موجوده في الاي ده. يعني لو الاي مثلا بيمثل لي الاعداد الفرديه فيبقى 1 و3 و5، واصلا السامبل سبيس عباره عن 1 و2 و3 و4 و5 و6. يبقى الحدث ده بس بيمثل لي الاعداد الفرديه، فعدد العناصر داخل هذا الحدث 3، عدد عناصر السامبل سبيس كله عباره عن 6، يبقى 3 على 6. بنرمز ليها بالرمز ونقول probability of e بتساوي n of e اللي هي عدد عناصر الـ e يعني، على عدد عناصر السامبل سبيس. ولكن لو كانت الاحداث اللي عندي ان ايكوالي لايكلي ايفنتس، يعني في تحيز بشكل ما، يعني مثلا في بعض النرد او الظهر يعني ده بتلاقي ان في وجه بيبقى ويتد اكتر من التاني، وده بيستخدموه في الصالات القمار يعني عشان ما يخلوش الزباين تكسب، فبيحطوا ظهر يكون ويتد شويه، فاحتماليه ان العدد ما يظهر بتقل، واحتماليه عدد تاني تظهر بتكبر، وهكذا يعني. فساعتها بنشوف اقل احتماليه، طبعا بيبقى مديك احتماليه كل حدث كعلاقات مع بعض، يعني احتماليه الاحداث وعلاقاتها في بعض، يقول لك الحدث الاول ضعف احتمال حدوث الحدث الثاني وهكذا، فبيديك دايما علاقه بين الاحداث بينها وبين بعض كده. فانت بتشوف اقل probability وتديها رمز W مثلا، وتستخدم العلاقه اللي بتقول هناخدها كمان شويه، مجموع احتمالات الاحداث اللي هي بتمثل لي السامبل سبيس كله، او مجموع البروبابيليتي للاوت كومز في السامبل سبيس اللي هي بروبابيليتي اوف اي اي، والاي بتبدا من 1 لحد ان، الكلام ده بيساوي 1.